everyone, please welcome our players to the field. بداية أحداث اللقاء. ينجح في بورسن. ويتقدمون أخيرا في الشوط الثاني من المباراة. غوندوغان يمر يلعب كرة بينية والتسديد يبعد الكرة بعيدة يلعب الكرة مباشرة يحاول مجددا تلعب الكرة جميلة بكل هدوء وضعها في الشباك بدون تردد يحاول تمريرها من بين المدافعين لعبة عرضية إلى داخل الـ18 كرة لا تمر تمنع حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق هولبير أظن أنهم مطالبين بلعب الكرة السريعة الآن ونقل الكرة إلى الأمام كرة على الجانب يا له من تفاهم جميل يلعبها ببراءة شفرة دفاع الفريق الخصم توني كروس جول روعة هدف قاتل نعم ضربهم كواهم أحرق مرماهم في وقت قاتل هدف قاتل في يوم كبير هدف من النجم الكبير الله تمهل تعني في الكرة وبعد ذلك أتم النهاية The goal scorer for Germany. Eriksen. انتهى المشوار. اوه يا لها من عودة مذهلة. أظهروا مرة أخرى أسرارهم الكبير. يا لها من ريمونتادا مذهلة هذا اليوم. ألمانيا ينجح في تغيير الأوضاع يحقق الأفضلية بعد التأخر في النتيجة
في مثل هذه الحالات تكون الروح والإرادة هي العلامة الفارقة. شكرا جزيلا لكم على متابعتنا، انتهت تغطيتنا، وإلى اللقاء في مواعيد قادمة.